عشان ما اخدش من وقتك كتير، الاول قول لي عنوانك في سوق العبور. انا على اول الباب، اول الباب اول من ناحيه كارفور. اه بالظبط، اول دخله يمين. بالظبط تمام. انا هخلي تليفونك في الفيديو، واي حد تخش لي بعد كده بقى انت على الفيديو و... مفيش اي مشكله، ترد على الاسئله. اي تعليقات انا تحت، مش هرد انا على حاجه، انت رد على الاسئله. ايوه فاهم حضرتك، مفيش اي مشكله. انا جيت لك ليه بقى مصطفى؟ لان انت سامعك اخدت بالك بتقول انك انت في سوق العبور اللي هو سوق الجمله. أيوة. وسوق البلح. أيوة. اخدت بالك عنبر موسمي، كل سنه وحضرتك طيب والمشاهدين بخير. لكن احنا عارفين ان سوق العبور بيبيع بالجمله، وانت بتقول انا ببيع بالقطاعي. أيوة. وفاتح حاجات كده وبتقول ربع كيلو ونص كيلو طبعا. تمام. انا طبعا بسرع عشان حاجتين. انت طبعا يعني احنا لسه الصبح معاي. وعشان الناس وتشوف شغلك مع حضرتك تحت امرك. ايه السعر اللي هتقوله انت ملزم بيه؟ انا مش هرد على التعليقات. انا ملزم بيه، والفيديو موجود والاسعار كل حاجه موجوده. اتفضل قول لنا كده ايه اللي عندك. في هنا جوز هند دف ده عامل 240 الكيلو. الكيلو عامل 240 بالزبط. من جزء الهند بتسميه انت الضفر، اللي هو يعني ايه مش مطحون قوي. لا اللي هو الناشف، الناشف قطع زي ده. تمام تمام. في اللي هو الناعم خالص. ايوه 180. ده 180 ده ناعم خالص. تمام. في اللي هو ممكن خشن، ده خشن شويه ب 200 جنيه. اه ب 200. ده ب 200 ب 200 زي برده ب 200. ده خشن. اه ده خشن بس اخشن من التاني، يعني مش مطحون زي التاني. اه هي درجات. اللون مقصر. انا شايف الوان ولا الشمس هي؟ لا لا هي الشمس بس. ايه ده؟ الشمس. اه انا شايف ده ما شاء الله اللي هو اللي انت قلت لي عليه. هي عشان الشمس. هي عشان الشمس. تمام تمام. ده بالنسبه لجوز الهند. اه تمام. عن الجمل. ايوه هنا 280 ما شاء الله 80 جنيه. مصطفى الحاجات المكسرات وكده يعني غالبا بيبقى طعم ساعات متغير. عندي في اي حاجه بتاعتي. اه بتاعتي مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. تمام. عامل كام السنه دي عين جمل؟ 280. 280 بالظبط. في هنا البندق 280 برضه ما شاء الله. اهو في هنا اللوز برضه 280. كله جاي معايا 280 سنه باذن الله ان شاء الله رب العالمين. في الخروب المجروش 120. طب الاول قول لي اقدر اخد قد ايه من عين الجمل والبندق واللوز؟ انا مش هقول لك ربع وتم، على قد فلوس حضرتك، على قد فلوس حضرتك على الميزان. اعزائي المشاهدين، هو مصطفى مسؤول خدت بالك في فرش الاسكندراني. أيوة. سوق العبور مدخل من ناحيه كارفور على اللي هو بيقوله الكلام ده. هو هيسيب الراجل تليفونه، وانا مش هرد على تعليقات في الفيديو ده بالذات. تحت امرك. احنا بنتكلم في حاجه غاليه يا مصطفى. ايوه فاهمك. انا تمام. ماشي اتفضل. اتفضل. لازم نحطم الاسعار. هنا التمر، تمر هندي كبر 80 جنيه الكيلو. في الخروب المجروش اللي هو ده 100 جنيه الكيلو. تمام تمام. في هنا سوداني، السوداني درجات اكيد. ده 120. تمام. 130. ايوه يعني حبايه اكبر منه، ابيض منه. تمام. في 150 ده، ده انضف منه، ده اكبر حبايه. أوه. حبايه بيضه دايما. اه يعني هو دايما ايه في الحجم. هو انا هو الحجم طبعا شايفه نظيف و هو مفيش اي مشكله، بس هو الحجم بس هي بتفرق الاحجام مش اكتر. تمام. بس في هنا هرقسوس شيخ العرب 120 الكيلو. هرقسوس جميل جدا. شيخ العرب ده نوعه. اه تمام. في توليدو برضو جميل جدا جدا برضو. انا بشوف ان التوليدو ده معبأ مش كده برضو؟ اه طبعا. ده عندك ايه؟ ايوه موجود ان شاء موجود الله. شيخ العرب برضو معبأ ان شاء الله. في كركري اللوزه، اللوزه ده اللي هو الحبايه السليمه كده. اه ده كركري اسوان. ده كركري اسوان ولا ايه؟ ايوه اسوان. اسوان ب 250 جنيه الكيلو. 250 بالظبط ما شاء الله. في هنا الكركري ممكن اللي هو المتكسر بقى، اللي هو لما تبقى اللوزه لا ده مكسورة. اللوزه او الزهره بالظبط. ايوه ده لما بتبقى مكسوره بيبقى قشره زي ده كده، والكيلو. أيوة. منه عامل 100 جنيه. 100 250 200 جنيه. 200 جنيه عشان ده 250. ده 250. ايوه وده اللوزه 250. القشره 200. تمام. في هنا الدوم. الدوم الدوم ده تمام مفيد جدا، وموجود عندي ب 100 جنيه برضو الكيلو. ب 100 جنيه. ب 100 جنيه برضو الكيلو. طيب انا برضو هقول للساده المشاهدين الاول، نفكر الساده المشاهدين اللي قاعد معانا لغايه الوقت يا جماعه، ما ينسناش طبعا في اللايك، واللي بيشوفنا لاول مره يشترك في القناه، وده شرف لينا. والفيديو ده على مسؤوليه مصطفى معايا. تمام مصطفى، هننقل على قسم ثاني ونشوف الاسعار. خلاص ما فيش. ده قسم ثاني يا استاذ مصطفى مش كده؟ اتفضل حضرتك اتفرجنا. دي جولدن فلاش 700 جرام. ده من التمور؟ اه ده بلح. اه ده 700 جرام. 700 جرام. اه عامله 45 جنيه. تمام تمام تمام. في حاجه زي دي
دي لما واحد يهديها لخطيبته ولا حاجه. طبعا طبعا دي حاجه دي حاجه جميله خالص. انا هحطها صوره صغيره للفيديو ونحط عليها عروسه وعريس. ما ايوه وبعد رمضان نعمل الفرح هي بتاعت مناسبات حبيبي مصطفى. ماشي تبقى محشيه عين جمل ومغطيه بالشوكولاته. عين جمل وشوكولاته محشيه عين جمل ومتغطيه بالشوكولاته عشان العرسان سامعين الكلام ده. ايوه تمام. وعامله كام الشنطه دي؟ 65 65 جنيه. اه توليدو. تمام. عين جمل وشوكولاته. تمام ماشي يا مصطفى. في هنا العصاير ايه الشربات. في شربات رمان خروب ورد تمر هندي مانجا قمر الدين. ده تقريبا لتر كلهم اسعار واحده. ايوه كلهم اسعار واحده ما عدا النعناع. كل ده اي ازازه في دول ب 50. الازازه دي ب 70. النعناع غالي شويه. تمام ماشي. في قسم العصاير حلو الربيع. في برتقان تمر هندي مانجا صوبيا بيبقى زي كده بيبقى 12 كيس. تمام. الكيس هنا في الاطعمه ب 5 جنيه. كيس من هنا في الصوبيا ب 7 جنيه. يعني الاطعمه المختلفه عن بعضها. الصوبيا بس هي اللي ب 7 جنيه. تمام. تمام. في هنا كركريتو ليدو. ايوه كركريتو ليدو ب 75 الكيس نص كيلو. تمام ان شاء الله. في هنا لو حضرتك عايز كيلو من التوليدو ده بتاع من الخروب. تمام ان شاء الله. في طعم التور. اي كيس من دول ب 45. الصوبيا ب 75. الصوبيا ب 70. تمام تمام. في صوبيا عمان ما شاء الله منتج عمان او جميل عمان دايماً. منتج جميل بقاله كذا سنه في مصر محبوب. صوبيا عمان عامل 100. تمام. العلبه 750 جرام كيلو الا ربع. ايوه علبه كيلو الا ربع. في عرق سوس شيخ العرب 400 جرام. 400 جرام دول عاملين 50 جنيه. في توليدو عرق سوس برضو توليدو كيس من ده 400 جرام برضو ب 45 جنيه. أطعمة عمان الكيس بيبقى تقريبا كيلو كيلو جرام كل الأطعمة 70 جنيه الكيس. عصاير؟ دول عصاير. دي بلح بقى تمر الواحد. دي أوزان أقل؟ دي 700 برضه 700. واللي جنبها برضه 700. عاملة كام الواحد؟ الواحد عاملة 50 جنيه بالكرتونة. تمر الواحد البحرية 32 جنيه. طبعا اصل سيوة بلاد. ايوه اكيد. في بحرية و بالظبط و بالظبط. اتفضل اتفضل. في علبة التين. علبة التين مجفف. ما شاء الله ما شاء الله بصراحة يا جماعة يعني ما شاء الله. حاجة لا الله يخليك الله يكرمك حبيبي من شكل. انا كنت عايز اعرف الناس ان ما شاء الله حاجة طرية ونظيفة 700 جنيه لكن لقيتها ماسكة في بعضها. مع حضرتك. في هنا التمور. في تمر زيادي توليدو تمر هندي. تمام 45 جنيه. في تمر خان 25 جنيه. في بنت النوبة 25 جنيه. في الحياة كتير اللهم صل على النبي. من التمور 60 جنيه. تمام. في الاحلام 75. في ناس عن الناس بتفرق في النوع يعني في ناس بتحب تاخد من ده ولا بيجي يختار كده. ايوه انا في ناس بتنزل لي خصيصا علشان الاحلام دي بالرغم من انها الاحلام الاحلام حتى حتى في الاحلام امر الدين الاحلام ما شاء الله جميل. ايوه هي حاجه الاحلام حاجتها غاليه بس ما شاء الله عشان نظيفه انا بتنزل لي زباين بالرغم من سعرها برضو هم احلام مش هيغيروا. احنا هنكمل الاسعار دي في الاحلام ولا لا لا تحت امرك الاسعار دي في الحقيقه حضرتك في اي وقت شرف في الحقيقه يعني في اي وقت شرف. ماشي يا وسط حبيبي. ماشي ماشي. تمام. ده امر التين. امر الدين ده برشوم ده تين. دي اللفه 300 جرام عامله 80 جنيه. كذا نوع في شعلان في جنى في الاصيل كذا نوع موجودين. في دي الهيبه دي علبه. علبه تمور برضه بس دي اكبر في ال لا دي اصغر. لا ده تمور. تمور. أيوة مش تمور. ايوه مش تين. 35 جنيه. تمام. في اسوس علب زي دي العلبه 160 جرام 75 جنيه. 75 بالظبط. في قمر الدين توليدو تبقى علبه زي دي سيجار. والله دي فكره شيك جدا حلوة. وجميله جدا فكره حلوه كده و ايوه ما شاء الله. يعني ناخد منها مثلا على قد ما نستخدم. أيوة. النهارده ويبقى بالزبط. مش مقطوع منها بالظبط. دي عامله كام؟ دي عامله 110 العلبه منها. 110 بالظبط. هي وزنها قد ايه يا مصطفى؟ الوزن 400 جرام. 400 جرام بالظبط. هي تفرق مثلا عن الاصيل دي مثلا
وزنها قد ايه عشان اعمل فرق بس. الاصيل برضو 400 جرام يعني قدها قدها بس هي تغليف الفكرة. شيك حاجه شيك الفكرة. بس تمام في ابو هبه تمور برضو حاجه جميله دي الواحده منها ب 50 جنيه تمام في نجمه سيوة ما شاء الله جميلة هو انت جميلة. عندك احجام كتيره من التمور لكن في عندك يعني تمور سايبه يعني ممكن اخد كيلو 2 كيلو 3 كيلو سايب من البلح دي صعبه صعب دي صعبه تمام هي بتبقى 700 جرام برضو 50 جنيه تمام في مشمشيه اللهم صل على النبي دي اسمها رقم 8 ايه يا مصطفى لان كبيره شويه دي 5 كيلو دي انا ببيع على قد حد فلوس حضرتك يعني بتاخد منها معايا اوزان ايوه منها؟ انا شغال منها كيلو 2 كيلو بالظبط الكيلو كام ربع بديك الكيلو كام ب 350 جنيه لو اخدت الكيلو 350 زيها زي ما اخدت العلبه كلها لا طبعا ها. لو حضرتك خدت العلبه بتفرق السعر بتبقى اقل بالظبط هو ده المتبع في كل حاجه لما بيكون قليل لان يعني خلاص بتبقى فتحها وقعدت عندك الباقي يعني بالظبط تقريبا في يعني. حاجه اكبر منها دي عامله 550 وزنها قد ايه 5 كيلو برضه ما شاء الله ما شاء الله اهو معطره في كيلو معطره اعزائي المشاهدين برضو بنفكر حضراتكم يعني اللي قاعد معانا لغايه دلوقتي ما ينساش يحط لايك للفيديو عايزين الفيديو ده مصطفى يعني يلف في مصر كلها اكيد يعني أكيد ما شاء الله في أي وقت. الله يخليك ده في يعني مكسرات حصى وفي وفي حضرتك عايزه جوز هند شفناه كذا نوع مجروش بطريقه معينه أكيد. وادينا في التمور وامر الدين بالزبط. يعني الفيديو يستحق من المشاهدين ان هم يحطوا لايك ولا ايه المفروض طيب ماشي ماشي يا مصطفى في برده نجمه سيوة تمور برده دي 800 كيلو عامله 50 جنيه تمام العلبه تمام عايز اتفرج على امر الدين وقول لي المصري من السوري عندك ايه واسعاره صلي على النبي عليه الصلاه في الاحلام تمام احلام سوري كل اللي انا هقوله لك اصيل سوري الاصيل منار في توليدو في المنال في المدينه في عالمينك في المدينه ماشي اللهم صل على النبي كل الانواع السوري دي سعر واحد اكيد لا تمام طب نقول كده عندي ب 60 المدينه ودي زيها ب 60 والمنال تمام ب 60 تمام ماشي دي ب 70 الاصيل 70 تمام دي 80 توليدو 80 ايوه 90 منار 100 90 الاحلام هي طول عمرها الاحلام اكيد اكتر حاجه في الجزء ده مصطفى عايز تفرجني على حاجه ولا نروح هو خلاص كده بالنسبه لي انا كده خلاص كده طيب ننقل على قسم ثاني عايز اقول برضو لحضراتكم ان كان معانا في الجزء الاول من الفيديو الاستاذ مصطفى سعيد احنا دلوقتي معانا الاستاذ مصطفى الاسكندراني مدير وصاحب مكان الاسكندراني في سوق العبور اول مدخل اليمين من ناحيه كارفور احنا عشان ما ناخدش وقت منك كتير يا استاذ مصطفى يعني اتعاملنا الاول مع مصطفى سعيد وسايبين لحضرتك تقول لنا التمور وننهي ونقول لحضرتك كل سنه وانت طيب التمور عند حضرتك انواعها ايه واسعارها ايه الاوزان في وادي فرجني كده لو سمحت اهم بس حاجه زي كده دي 5 كيلو وادي دي الوادي دي وادي 5 كيلو محافظه اول ما شاء الله تمام دي عامله 280 280 ال 5 كيلو اللهم صل على النبي احنا شفناها مره مش هنقول لكن شفناها اكتر من كده ما شاء الله اللهم صل على النبي اتفضل ده الوادي في واحات تمام وفي سعودي الواحات والسعودي طيب فرجنا على السعودي وننهي الحلقه النهارده علشان انا شايف ما شاء الله يا جماعه على فكره انا عايز اقول لكم ان يعني انا قاعد من الفجر لغايه ما الصبح طلع علشان الاستاذ مصطفى يبقى جاهز للفيديو ده سعودي يا باشا تمام دي وزنها من 3 كيلو ونص ل 4 من 3 ونص ل 4 اسمها ايه في السعودي القصيم سكري القصيم اللهم صل على النبي
عامله كام بقى القصيم؟ 350. 350 ان شاء الله. استاذ مصطفى انا متشكر جدا للوقت اللي انت اديته لنا، واسف لو كنت اخرت حضرتك على الشغل، وبقى معاك اهو مصطفى. شكرا. متشكر قوي مصطفى. شكرا اعزائي المشاهدين، هنا بتنتهي حلقه اليوم. عايز اقول لكم ان احنا في سوق العبور، ولسه طبعا حلقات احنا لسه يعني في لسه ما دخلناش على شعبان، في اواخر ايام رجب هنبقى معاكم ان شاء الله من سوق العبور، البلح البريمي والتمور والعجوه زي ما كنا في عنبر 4 مع الاستاذ احمد حسام. اللي ما جاش سوق العبور يا جماعه، سوق العبور عنبر البلح ده عنبر موسمي، هو معروف اكتر زي ما هو مكتوب كده تجاره البلح البريمي والغلال. ان شاء الله رب العالمين نلتقي مع حضراتكم مره تانية ونتكلم زي ما انتم شايفين اكتر من نوع بلح ابريمي في السوق، والناس طبعا علشان يعني جايه من محافظات كتيره لسوق العبور، فبرضو الناس عايزه يعني تبيع وتشوف شغلها، وفي الحقيقه يعني لازم ابقى قاعد معاهم فتره كبيره علشان نتفق احنا هنسجل امتى ونكمل كلامنا امتى. لكن طبعا انتوا عارفين انا كسوق العبور السوق الحره بيشرفني اشتراكه في القناه، وبيشرفني طبعا ان المشتركين القدام الحمد لله رب العالمين هم بفضل ربنا وفضل دعم المشاهدين لقناه سوق العبور السوق الحره، احنا ان شاء الله يعني على رمضان نكون وصلنا ل 10,000 مشترك. الى هنا اعزائي المشاهدين بتنتهي حلقه اليوم. شكرا والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.